مرصد جيمس ويب الفضائي يلتقط صورة رائعة لأقدم مجرة في الكون. اكتشاف أقدم وأبعد مجرة على الإطلاق تشكلت بعد 300 مليون سنة فقط من بداية عمر الكون. ما الذي يجعل العلماء متفاجئين ومنبهرين من هذا الاكتشاف؟ وهل ستتغير نظرتنا للكون بعد هذه الصورة الرائعة؟ وما علاقة هذه المجرة بمواقع النجوم؟ وهل أشار القرآن العظيم إلى هذا الاكتشاف العلمي الحديث؟ حتى يتبين لهم أنه الحق. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الأحبة، كوننا هذا كبير جدا. يقدر العلماء عمر الكون بحدود 13.8 مليار سنة، يعني 13800 مليون سنة. هذا هو عمر الكون حسب النظريات الحديثة، مع العلم أن هذا الكون بدأ بما يشبه التضخم المفاجئ. وبعد 300 مليون سنة، طبعا 300 مليون سنة أيها الأحبة بالنسبة لعمر الكون تعتبر رقم بسيط جدا. العلماء قديما كانوا يقولون هذه المدة غير كافية لتخليق أو تصنيع أو تشكل مجرة، لأن المجرة فيها نجوم، فيها قد يكون فيها ثقوب سوداء، قد يكون فيها نجوم طارقة، فيها سدم كونية، فيها غبار كوني، فتحتاج إلى مليارات السنوات لتتشكل. ولكن 300 مليون سنة كانت كافية لتشكل هذه المجرة التي كشفها قبل أيام مرصد جيمس ويب الفضائي الشهير، الذي أطلق لنا صورا رائعة عن الكون لم نكن يعني نتوقع وجود مثل هذه الصور فائقة الدقة، عن سدم كونية، عن مجرات حلزونية، صور لدخان كوني، صور لعناقيد من المجرات، صور الأماكن تصنيع النجوم داخل السدم الكونية، كيف تنشأ هذه النجوم. الحقيقة هذا الاكتشاف غير نظرة العلماء للكون، وبدأوا يعيدون بعض الحسابات. أيها الأحبة، أن تشكل المجرات كان سريعا جدا. طيب ماذا يعني هذا الاكتشاف؟ أنا أقول لكم بحق هذا ضربة قاسمة للملحدين الذين يعتقدون أن كل شيء تشكل بالمصادفة. لأن عملية بناء مجرة بهذا الإتقان وهذه الروعة وهذه الدقة، حسب النظريات العلمية القائمة على المصادفة مثل نظرية التطور ونظرية البيج بانج وغيرها، تحتاج إلى مليارات السنوات. فهذه القضية تحرج العلماء الذين يقولون إن الكون نشأ نتيجة مصادفة أو نتيجة عمليات عشوائية أو نتيجة تطور عشوائي. لابد من تطور منظم، وهذا يجبرهم على الاعتراف بوجود الله. ولكن للأسف الإنسان ينكر ويجحد وجود الخالق عز وجل، ويريد أن يفسر هذا الكون بمعزل عن الخالق، تماما مثل شخص يأتي بجهاز موبايل ويريد أن يفسر وجود هذا الجهاز بمعزل عن الشركة الصانعة، ينكر أن هناك شركة صنعت هذا، لن يصل إلى نتيجة. وبالتالي كل الاكتشافات كل يوم تجبرهم على الاعتراف بوجود الله سبحانه وتعالى. لذلك مثل هذه المجرة أيها الأحبة فيها عدة دلائل. أول شيء، ماذا يعني أن نجد مجرة؟ أولا، ما هي المجرة؟ المجرة هي عبارة عن تجمع للنجوم. كيف تشكلت؟ في البداية كما يقول العلماء الكون نشأ من نقطة صغيرة جدا وتوسعت بشكل مفاجئ.
ما الذي حدث؟ لا أحد يعلم. ما هي القوة التي طبقت على هذه النقطة الصغيرة حتى تتضخم وفق نظرية اسمها التضخم المفاجئ؟ لا أحد يعلم أيضا. ولكن نحن نقول الله سبحانه وتعالى بكل بساطة، ليس لك، لا تستطيع أن تدعي أي جواب آخر إلا أن تقول الله عز وجل هو الذي خلق هذه النقطة البدائية التي منها خلقت السماوات والأرض. وبالتالي هنا لدينا آية قرآنية مهمة تتحدث عن بداية نشوء الكون. الله عز وجل يقول أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا، كل ما تراه في الكون السماوات والأرض كانتا رتقا، رتقا يعني سدا أو كتلة واحدة. لم يحدد القرآن حجم هذه الكتلة ولكن قال ففتقناهما. إذن هناك عملية تباعد مثل فتق النسيج، مثل تمزق النسيج. وبالفعل العلماء عندما رصدوا تطور الكون عبر مليارات السنين وجدوا أن هذه المجرات كانت بالأصل كلها كتلة واحدة صغيرة جدا. لو تخيلنا أن الكون، سرعنا عمر الكون من 13.8 مليار سنة إلى مثلا دقيقة، شاهدنا الكون، نرى أن هناك نسيج من المجرات يتشكل ويتباعد عن بعضه. نرى تماما عملية الفتق كيف تتم وكيف تتباعد هذه المجرات، وكأنها تصطف على خيوط هكذا مثل اللآلئ التي تصطف على العقد أو الخيط وتتباعد ويتوسع الكون. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون؟ يعني ألا تؤمن أيها الإنسان وأنت ترى العلم يصدق ما جاء في القرآن الكريم؟ من كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم شيئا عن هذه الحقائق؟ من يستطيع قبل 1400 سنة أن يصف لنا بدقة مذهلة وبأقل عدد من الكلمات وبهذه البلاغة الرائعة يصف لنا هذا المشهد الذي نراه أمامنا اليوم؟ إنه الله عز وجل الذي قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي أن القرآن هو الحق. عملية التوسع هذه لا زلنا نعيشها حتى هذه اللحظة، كل ثانية الكون يتسع. الله عز وجل كيف وصف لنا هذا المشهد الذي نراه أمامنا؟ قال سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. استخدم الفعل أو الكلمة التي فيها اسم الفاعل للدلالة على الاستمرار، استمرار التوسع. وإنا لموسعون، بنيناها بالماضي، والسماء بنيناها، عملية البناء تمت قبل 13.8 مليار سنة، وعبر هذه السنوات بنيت السماوات والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. موسعون يعني كانت تتوسع في الماضي واليوم تتوسع ولا زالت تتسع وتكبر، وإنا لموسعون. طيب هذه المجرة التي يعني التقط العلماء صورة لها، يقولون طبعا حسب حساباتهم إنها تبعد بحدود 13.5 مليار سنة ضوئية. أكرر أيها الأحبة، 13.5 مليار سنة ضوئية. المصطلح هذا سنة ضوئية ليس لقياس الزمن، هو لقياس المسافة. كيف؟ إذا كان عندك جسم متحرك يقطع مثلا مسافة في سنة مثل الضوء، كم يقطع في سنة الضوء؟ هذه المسافة هي السنة الضوئية. الضوء في كل ثانية يقطع 300 ألف كيلومتر تقريبا في الفراغ، كل ثانية
إذن الثانية الضوئية هي 300 ألف كيلومتر، يعني خلال ثانية وربع تصل للقمر، خلال ثانية وربع ضوئية تصل للقمر. طيب الدقيقة الضوئية كم؟ اضرب بستين، 300 ألف كيلومتر ضرب 60، هذه دقيقة ضوئية. ضوء الشمس يحتاج لثماني دقائق ضوئية ليصلنا إلى الأرض، يعني الشمس تبعد عن الأرض بحدود تقريبا يعني وسطية 150 مليون كيلومتر. هذه المسافة يحتاج الضوء لكي يقطعها، لأن الضوء يتحرك بسرعة محددة كما قلنا 300 ألف كيلومتر في الثانية، فخلال 8 دقائق الضوء يقطع 150 مليون كيلومتر. وبالتالي نحن عندما ننظر للشمس، نحن لا نرى الشمس الآن، نراها قبل 8 دقائق، لأن الشمس بمجرد أن أشرقت لا نراها فورا، ننتظر 8 دقائق حتى يصل ضوءها إلينا. طيب في حالة هذه المجرة 13.5 مليار سنة ضوئية، إذن الضوء قطع مسافة قدرها 13.5 مليار سنة ضوئية. تخيل في كل ثانية 300 ألف كيلومتر، الثانية 300 ألف كيلومتر، الثانية الثالثة 300 ألف كيلو، تخيل 300 ألف في كل ثانية. خلال 13 أو خلال 13 مليون مليار سنة ونصف، طبعا يعني 13500 مليون سنة، كم يقطع؟ مسافات لا يتخيلها عقل. لذلك هنا أنا أستحضر معكم الآية الكريمة، لابد أن نتذكرها. انظر إلى عظمة القرآن، الله تعالى يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مسافات هائلة، مسافات كونية هائلة العقل البشري يتوقف عندها. إذن نحن نرى هذه المجرة الآن التي تمكن مرصد جيمس ويب الآن من التقاط هذه الصورة أو من رؤيتها، هذا الضوء الذي صوره الآن الصادر عنها صدر قبل 13.5 مليار سنة ضوئية. أكيد هذه المجرة غير موجودة الآن. هذه المجرة غير موجودة أحبتي في الله، يعني 13.5 مليار سنة تكون قد ماتت المجرة وتفتتت وتحولت إلى دخان كوني وسدم كونية، وتشكلت مجرات جديدة عدة مرات عبر هذه المدة الطويلة، ولكن نحن نرى الآن الضوء الصادر عنها قبل 13.5 مليار سنة. فإذا نحن نرى موقع النجم، موقع المجرة، ولا نرى المجرة ذاتها. لاحظت؟ نحن نرى المواقع الوهمية. المجرة اختفت، لا تبقى المجرة 13 مليار سنة تبقى تعمل، لا، المجرات تموت وتنشأ مجرات جديدة باستمرار، هذه حركة الكون. لذلك العلماء يشبهون هذه المجرات أو النجوم بأنها كائنات حية لها عمر محدد ثم تموت، مثل النجوم، النجم يموت يستنفذ وقوده ثم يتحول ينفجر، يتحول إلى سوبرنوفا، انفجار عظيم، ثم يتحول إلى ثقب أسود أو إلى نجم طارق أو إلى آخره، يعني أنواع كثيرة. فهذه المجرة الآن نحن نرى موقعها، وكل النجوم في السماء نرى مواقعها، لا نراها حقيقة. لذلك من هنا أنا أيضا لابد أن أتذكر هذه الآية العظيمة، فلا أقسم بمواقع النجوم. والله أيها الأحبة، لو كان هناك عقل لدى هؤلاء الملحدين وفكروا بهذه الآية فقط، تكفي دليلا على صدق القرآن. من أين جاء النبي عليه الصلاة والسلام بهذا التعبير العلمي الدقيق؟ يقسم بمواقع وليس بالنجم نفسه، فلا أقسم بمواقع النجوم.
بالفعل نحن الآن يعني سبحان الله، والله وصف دقيق، الجلد يقشعر منه. نحن الآن بالضبط نرى الموقع لا نرى النجم. لو أراد العلماء الآن أن يستخدموا تعبيرا دقيقا لوصف ما يرونه الآن، المفروض أن يكتبوا تمكننا من التقاط صورة لموقع المجرة وليس للمجرة، لأن المجرة غير موجودة أصلا. فإذا أنت ترى المواقع، فالله عز وجل نبهنا لهذا الأمر وقال فلا أقسم بمواقع النجوم، ليشير ليؤكد لنا أنه سيأتي يوم ويتطور فيه علم الفلك ويكتشف العلماء مواقع هذه النجوم أين كانت في الماضي. يعني الآن أنا موجود في هذا البيت، أو لنقل في صحراء، عندما نقول هنا كان هنا بناء لفلان أو دار لفلان، طيب هذه الدار زالت انتهت، إذن من الخطأ أن نقول نحن رصدنا دار فلان، لا، تقول رصدنا موقع دار فلان. الموقع الذي يبقى هو الموقع، المكان. المكان موجود، ولكن المجرة، هذه المجرة يعني ذاتها غير موجودة. نحن نصور المكان الذي كانت فيه، الضوء الذي انبعث منها، الضوء الذي انبعث من هذا المكان. لذلك هنا القرآن دقيق جدا عندما قال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. من هنا أيها الأحبة أستطيع أن أقول والله كل يوم عندما تقرأ أي اكتشاف لابد عندما تذهب للقرآن أن تجد وصفا دقيقا لهذا الكشف العلمي. ونجد أن القرآن يتفوق على العلم الحديث أنه يعطيك التعبير المناسب. يعني مثال على ذلك، والسماء بنيناها. من أين جاء محمد عليه الصلاة والسلام بهذا التعبير العلمي الدقيق المستخدم اليوم؟ البناء. كل يعني في الماضي كان الفلاسفة والقدماء يعتقدون أن الكون موجود هكذا لم يبنى. كلمة بناء خطأ كانت بالنسبة لمن يعيش في القرن السابع الميلادي. كانت نظرية الكون الأزلي مسيطرة، أي كون وجد هكذا وسيبقى هكذا، ليس له بداية ولا نهاية. فالقرآن عندما جاء واستخدم كلمة والسماء بنيناها، استخدم كلمة بناء حتى في آية أخرى قال تعالى والسماء بناء. هذه الكلمة دقيقة جدا من الناحية العلمية، لأن الأبحاث اليوم، دراسات علم الفلك كلها تستخدم كلمة structure أو building، البناء الكوني، أو بنية الكون، أو كيف بني الكون، لأنها عملية بناء منظمة. لذلك أيها الأحبة أنا لا أجد أبلغ من هذه الآية الكريمة، نختم بها، سنريهم آياتنا في الآفاق، في آفاق الكون، وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.